بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. إن دمان قديا شرفت له فيت يقديا ذكلته وضرشوا ينكا وكسو غيب قلي مرت شرفت فرح بدن هو كان سوبي حسي صحافة يدنا آد أبضاً و ينا كسو غيب الشيء إن دورشدان دمانتين واحد قلت السلام يا سلامة إسلامك سلام كدب واحد هل كان كغري يا وحير وأندونا يو إن كبريف كريو مقعي واحد اللي راه ذا موسى قلي يوسف وعن كل شيء مقالة بوساسو وعن وحكو برتاي ذلك قديسة دبد ما هادين شغوين كان سوق بتاي وحكم ذا وسارة قناع السيقاء سوماليا دوري سديتنكي وعن كسو شغيي وكالة ليرادو وكالة حبكة يفلينك سوماليا وحن كسو شغيي أنبا إن ما يركن مقدمة قالة بوساسو وحن سيدو كلا قدومية قبل كسو نقضي إن قبل كباري وحن كسو شغيي إن وسارة دا دولة هوسة يهرمان ترميجة أقاسمة قد وحن كسو شغيي وسارة دا كده يو قاديد كبادة أقاسمة قد وحن نقضي وسير كحيان كوسارة كلوميسية وحن ذلك كأساسي شركة كلوميسي يو برفلاليال عصرية وإمكا وطل كشغية وحن كم إذا هاي حبين كم إذا قدقى فيت قلنت دورشوينك صومالي ان وحن جعلهاي ان ان هرجليو دورشه فن وهنان كيدو سحن يهي وعداله يو دافرنان كدهان ان شاء الله يدو لغا ان كدولينو هيسيسيه مدى شقارن كبلا مايي 17 كي سبتمبر لبكون لباتن إلا إيو إن أغوست لبكون كوية لباتن هشيسية داس وي مداشا قران دمانتو كسو سارين أبراع إيو وقتية دا دورشوي كالقبان كرب اللو جوج إن وحن إن شاء الله جعلها إينا سميو إسكوحر قود و guddiyada dhexdooda sida guddiyada guddiga galinta heer federaal guddiga fiid seed oo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka dhamaan inay si wada jir ah u shaqeeyaan iyaga oo isku xiran oo shaqada doorashada hal meel uga soo wada jeeda waxaan guddiga in sha Allah dhexdiisa kuma muri doona wada tashi cadaalad iyo in dad ay guddigu yahay guddi siman oo aan wax khilaafaadi dhexdooda ku jirin si ay u hirgeliyaan doorashada waqtigeedu gaaban yahay oo 14 cishaad la socotaan oo u baahan in la dardar geliyo oo dad si toos ah loo abaaro si wadajir ah waxaan guddiga sharafta leh ka codsanayaa in ay codkooda igu sharfaan oo siiyaan si aan u gaarsiino dalka doorasho lagu asaaso dawlad
cusub maadaamay doorashadu muddo soo jiitamaysay waxyaabo badan ay ku dahaaraayeen caqabado badan soo martay maanta waxaan u guntanaynaa insha allahu guddigayenkan inaanu doorashada dardar gelinno doorasho hufan oo hannaan wanaagsan oo dah furan inaanu qabanno insha allahu oo waqtigii madasha qaran ay soo saartay aan ku soo gabagabayno si dalku uga baxo buuqa iyo iskaqabsiga iyo dowlad la'aanta. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.